هاي هاي هاي. هلا انت مش رايح على التدريب؟ مش بكره السبق؟ ايه مزبوط. بلا هاي ماريا، كيفك؟ سبا سبا. انا بحياتي مش حاضره سبق، بس شو بيعملوا هون؟ بيراهنوا شيء؟ هيك شيء. اه والله. طب انا رح راهن على نور لانه هيك شكله بيعطي ثقه. ما هيك؟ ما هيك. بتعرفي حلو الشعور لما المرأة بتحس انه فيها توثق بالرجال اللي بدها تبني معه عائلة وتجيب اولاد. شو ما فهمت القصة بالربح يا ما؟ لا، هي لها علاقة بالثقة. هلا انتوا رايحين على التدريب صح؟ لأنه مجد قال لي بدي اجي معكم. اوكي، بس انا رح اغير ثيابي. اوكي. ما على علمي ما عاد بدكم اياها تنزل معكم. ما سمعتيها؟ مجد عزمها. ماما صرعتني بقصة العرس، وهلا لونا ومجد مش مصدقة تجوزنا تتخلص منها. كل الميات بيساووا هيك مع اولادهم، كانوا صبيان ولا بنات. ايه بس على السرعة اللي هي عم تحضر فيها، ماكسيموم نحن اخر الشهر بنكون جاهزين. بالله؟ ليك، هيدي لستة المعازيم، وإلا من امبارح عم تنق علي بدها لستة تبعكم، بدها تنسق الطاولات. طب قولي لها تطول بالها شوي. ليكي مثلا هون ابو خليل وحرمه، شو هاد؟ هدول عمرهم شي ب 90 سنه تقريبا، يعني من هون للعرس بيكونوا اتكلوا. هي بس بدها تتاكد. من شو؟ منك. ليش بني؟ حكينا بالقصه. لا ولا شي، بس هيك حسيتك انك متلبك شوي. ايه بالضبط، انا متلبك فعلا من الوضع الجديد. متلبك من ميرا، ما هيك؟ ايه ميرا، مو هي السبب بالزفت الوضع الجديد هاد. بعرف، قصدي لبكة من نوع تاني. ما عم بفهم عليك. ولا انا عم بفهم ليه عم تتلبك قدامها هيك. كيف هيك؟ يعني مثل ما الرجال بيتلبك قدام المرا نور. اكيد ميرا مرا بالاخر. شوفي ميرا، هذا الشيء ما له اي اساس. نور؟ كأنك خربت باسمي. لا، في افهم شو عم بصير. ما عم بصير شيء. ما بعرف، انت عم تعصبيني بكل شغله هيك، بوقفتي لي ومدقرتي لي، في شيء غريب.